صدق الله العظيم. الإخوان السلام عليكم وعواشركم مباركة وجمعة مباركة. أولا غادي نقدم نفسي للمشاهدين اللي ماشي اللي ما تعرفوناش. أنا هو الفقيه الساحي تاع المعهد الشريف السامي العالي السلطاني العلوي تاع المغاربة السكرية عبر العالم. حنا ما عندنا شي علاقة مع مؤسسات الدولة، ما عندنا شي علاقة مع داك القصير توفيق وزارة الديانة، وما تنتمي حتى أي جمعية. حنا بوحدنا، وحنا ندير الخطاب الأسبوعي للأعضاء ديالنا المسلمين غير المنافقين. تنطلقوا إلى المواضيع الاجتماعية والمحلية وما يتعلق بالأعضاء ديالنا. فلهذا كما العادة، أولا غادي نطلبوا الشفاء السلطان محمد السادس وطول العمر، كذلك نطلبوا طول العمر للأمير حسن تريس، نتمنى له طول العمر. وكذلك ما ننساوش الأميرة خديجة أميرة الدار البيضاء الكبرى، إن شاء الله يتكمل الدراسة ديالها. حنا فدابا حنا على أبواب اسمو العيد الكبير ولا العيد الحولي. حنا قررنا في هاد الأزمة الإقتصادية مغاديش نعيدو، غادي نحتفلو ولكن منعيدوش، ما غادي نذبحوش الحولي لأنه حرام. الشعب تيموت بالجوع وحنا نذبحو الحولي؟ لا. اش غادي نديرو؟ غادي نصدقو 10% من الثمن ديال الحولي، صدقوها الأعضاء ديالنا اللي ما فحالوش. دابا عندنا مشكل، السلطان ما كاينش، شكون اللي غادي يذبح الحولي بلاصتو؟ لان هاد الوزير هاد الوزير ديال الديانه ما بغاش يخرج ويقول للشعب لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما كاينش شي الحواله عيدو باش مقسم الله. هذه مصلحة، هذه مهمة ديال داك الوزير ديال الديانة والكيف دي. فلهذا خصو يقول الأئمة عبر الإمبراطورية، يقول لهم باش يلقوا الخطاب باش يقولوا للناس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلهذا احنا قلنا دابا هنايا من هذا المنبر، احنا الاعضاء ديالنا ما نعيدوش، غادي نحتفلوا ما نعيدوش. فلهذا غادي نتمنى من الاخوان المغاربه المسلمين غير المنافقين باش يترحموا على خوتكم الافارقه اللي ماتوا في
في الحدود النيلية. ونتمنى لهم نتمنى للعائلة ديالو الصبر، وكذلك ترحموا على دوك الوداديين اللي ماتوا في وجدة. ونتكلموا ترحموا عليهم. ثاني نطلبوا من هذاك رئيس الجامعة المرشح وحده اللي بغى باش غادي نحاربوا هاد الشغب، كيفاش نحاربوا الشغب منين رئيس الجامعة يعفو على واحد فاسد من الحزب ديالو، رئيس فريق الكرة ديال برشيد يعفو عليه، قالك غادي يعفو عليه في غياب الملك لشغا ولا هو الملك تيعفو على عباد الله؟ هادشي حرام. فلهذا نطلب من محبين للكرة باش ينجلوا في الملاعب باسم القجع الفاسد. أتمنى المحروقات ما كيفاش عندنا ليها حل. علاش؟ لأن أخلوش تخدم المصالح ديالو، ما بغاش يطبق الضرائب على الربح في شركات المحروقات. لهذا المواطن المغربي تتعذب. ونتمناو من الشعب المغربي باش يخرج الشارع سلميا ويحتج على هذا الفساد اللي كاين في الدولة المغربية في غياب السلطان. خصنا نلقاو شي حل، نلقاو الحل للجمعيات الفاسدة اللي تنهبوا مال الدولة باسم الملكية. هذا الشيء اللي تيدير الجمعيات، خصنا نعملوا ليه حل. نطلبوا من القصر الملكي باش يكون صريح، ماشي اي واحد ينوض يدير جمعيه ويدير لها ملكيه. احترام السلطان. شوفوا انتم عندنا جمعيه ملكيه ديال الكره وفيها الفساد. عندنا الجمعيات، هذو الجمعيات الحقوقيين يسميو راسهم هذا. نتمناو من السلطات ووزارة الداخلية باش تعمل حد هذا الفساد اللي كاين في العقار، هاد المافيا ديال العقار، نعملو ليهم حد. وهادو السمسارة تا هما نعملو ليهم حد. والمنعشين العقاريين كذلك، الغش هذا المهم نخليه الوزير، وزير اسمه وزير الداخلية ولا وزارة أشباح. فلهذا أقول قولي ونخليكم، كنت معكم أنايا من هنايا، ونتمنى لكم عيد مبارك بلا حولي. ايوا هادشي اللي نقول لكم ونودعكم. كان معكم القيس الساحي من هذا المنبر. ما تنساوش ترحموا على وليكم في هذا اليوم الجمعة. فلهذا الله
كنا جميع يوم الجامعة فرحوا والديكم على ربي، يوم الجامعة فرحوا والديكم على ربي، يوم الجامعة فرحوا والديكم على ربي. كان معكم كما قاعدة والفقيه الساحل، دمتم على خير ومع السلامة.